فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: أنا شاب أخاف على نفسي من الوقوع في الحرام، ووالدي يشترط علي للزواج، يشترط علي أن أحصل على الشهادة الجامعية قبل ذلك، فما نصيحتكم لنا في هذا الأمر؟ نصيحتنا أن تتزوج، ولا يمنع الزواج ما ينبل، يعينك على مواصلة طلب العلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.